أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم تفاصيل أخبار الأهل. الإجرام يضرب بقوة في سلا، شاب يذبح ويحرق 6 أفراد من أسرة واحدة. عاد الإجرام ليضرب بقوة في مدينة سلا صباح اليوم السبت، حيث استيقظ سكان حي الرحمة الشعبي على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها 6 أشخاص من عائلة واحدة، بعد إقدام شاب من العائلة على ذبحهم جميعهم. وشرع الجاني في تنفيذ جريمته شنعاء حوالي الساعة 4 صباحا، إذ عمد على ذبح أفراد عائلته 6، ومنهم رضيع بالكاد أكمل شهره الثاني. ولم يكتفي فقط بذبحهم، بل عمل على إيقاد النار في المنزل لحرق جثثهم. وحلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية مجهزة بشاحنة كبيرة لإطفاء الحريق، وعناصر الشرطة التي ما زالت تباشر أبحاثها من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة. Thank you.